إيهاب، يعني النهارده مباراة صعبة قدام بيراميدز، اتأخرنا وتقدمنا، وحتى تقدمنا واحنا ناقصين النهارده. شايف النهارده أداء اللعيبة في المباراة ازاي؟ والله عملوا مجهود كبير اللعيبة، اختاروا الأداء والمجهود. الشوط الأولاني اللي هم يعني دخلنا في الماتش بسرعة، ما كناش يعني مركزين أكتر من اللازم، كنا ممكن نخلص الماتش من بدري. إذا كان يعني أعتقد إن إذا أحرزنا هدف إحنا اللي قبل بيراميدز كان هيبقى في صعوبة جدا على بيراميدز إنها تكسب. وأنا أعتقد إن 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 يعني شكل المباراة أو قبل المباراة أنا بنلعب على ثلاث نقط، فهنزعل على أي حاجة غير الثلاث نقط، لكن سير المباراة والطرد في الآخر يعني والعودة بقى وأنت 10 لعيبة، أعتقد لعيبة يعني خدت درس كبير فيها، وفي نفس الوقت علمت حاجة إن هي إحنا النادي الإسماعيلي، مع احترامي لكل الأندية اللي بنلعبها، إحنا النادي الإسماعيلي لازم نبقى بنلعب عشان نكسب بس. اللعب يعني عندنا ثلاث مباريات صعبة كانت النهاردة بدايتها، عندنا الأهلي والزمالك، شايف توقف الدوري وعودته مرة تانية ده بيرهق الجهاز الفني في التجهيز؟ لا، لو أنت يعني ماشي قبل الدوري بتلعب 7-8 ماتشات وبتكسب وفي حالة جيدة، بيستحسن إن أنت يبقى الدوري شغال، لكن هو هيمشي على كل الناس، وإحنا متحضرين كويس إن شاء الله، وإن شاء الله مساعدين للمباريات اللي ورا بعض، عندنا عدد من اللعيبة جايت في كثير من الأماكن، يعني إن شاء الله نستعملهم كلهم وربنا يكرمنا ونكسب. شكرا.